النتيجة الثالثة. إن شاء الله النهاردة نتكلم. حطينا تعريف الأصول الثابتة، هي عبارة عن أصول تمتلكها المنشأة، كل ما تمتلك المنشأة لغرض الاستخدام في عملياتها وليس لغرض إعادة بيعها. يعني لو أنت جبت مبنى، جبت آلة، جبت سيارة، جبت أثاث، الهدف من شرائك لهذه العناصر ليس بيعها ولكن استخدامها في الإنتاج. الآلات حطيتها في المصنع، المباني حطيت فيها الموظفين والإداريين، الأثاث بيقعد عليه الموظفين والعاملين و إلى آخره. في الحالة دي بنسميها أصول ثابتة. يبقى الأصول الثابتة الأصول اللي تمتلكها المنشأة لغرض الاستخدام في عملياتها وليس لغرض البيع. لو كان لغرض البيع ما تبقاش أصول ثابتة. دي رقم واحد. يبقى احنا بنتكلم على عنصر من العناصر المهمة، وهي إن أنا بحتفظ بهذه الأصول لغرض الاستخدام في النشاط بأي صورة من الصور. اشتريت آلة، اشتريت سيارة، اشتريت مبنى، اشتريت أثاث. لما أجي أثبت تكلفة هذا الأصل، هل أثبته بثمن الشراء أو فاتورة الشراء؟ لو افترضنا مع بعض إن فاتورة الشراء اللي أنا اشتريت بيها الآلات دي مثلا 100,000 ريال. ثم الآلات دي أنا جايبها من ألمانيا أو من فرنسا أو من الصين وغيرها، دفعت عليها جمارك، مصاريف نقل، شحن، تأمين في البحر، جمارك إلى آخره. هل تعتبر هذه العناصر ضمن تكلفة الأصول الثابتة ولا فقط ثمن الفاتورة؟ ده سؤال. أنا كمحاسب لما أجي أثبت هذه الأصول، هل أثبتها بهذه القيمة ثمن الفاتورة ولا بنضيف عليه كل العناصر التانية؟ وفقا لمفهوم المحاسبي لتكلفة الأصول الثابتة زي ما هو قدامنا كده، يقول لك تتضمن جميع التكاليف اللازمة للحصول على الأصل وتجهيزه للاستخدام. يعني كل المصروفات اللي انت بتصرفها على الأصل لغاية بداية الاستخدام تعتبر جزء من تكلفة الأصل. النهارده أنا شاري أصل من بره، الأصل ده فيه ثمن أو فاتورة الشراء، في النقل البحري، في الشحن، في التأمين، في الجمارك، لو في في الأرضيات دفعتها، لو في شحن في داخل البلد. يعني مثلا لو أنا تصورت إن أنا جبت الآلات لغاية هنا عندي وبنقلها إلى المصنع، تكاليف النقل ماشي، لو بعمل قعدة خاصة بهذه الآلات عشان تركب عليها ضمن التكلفة، لو بدرب ناس مهندسين أو عمال على تركيب الأصل أو صيانته يعتبر ضمن التكلفة، لغاية لما بتركب حتى مفتاح التشغيل. بمجرد ما شغل الآلة خلاص، هي دي ما سبقها كله يخش ضمن تكلفة الأصل الثابت، وما يليها لا يعتبر ضمن تكلفة الأصل الثابت إلا بشروط معينة. يبقى لو حبينا نحط مفهوم أو تعريف لتكلفة الأصل الثابت، إزاي أنا بحطه أو بحسبه؟ عبارة عن ثمن الشراء مضافا إليه كل التكاليف اللازمة قبل بداية الاستخدام. طبعا هذه التكاليف لازم تتعلق بالأصل، ما تقوليش والله في مثلا تكاليف ليس لها أي تأثير على الأصل قبل بداية التشغيل ضمها على تكلفة الأصل، طبعا لا يمكن. لازم يكون هذا العنصر ضمن تكاليف الأصل. تعالوا بينا نشوف حالة عملية ونشوف مع بعض كده نحاول نحلها. الحالة العملية رقم واحد بيقول لي قامت شركة الأمل بشراء آلات من شركة الأنوار بمبلغ 40,000 ريال وبخصم تجاري 2%. على أن تقوم شركة الأمل بسداد الرسوم الجمركية على الآلات بقيمة 3,000 ريال. فإذا علمت أن رقم واحد شركة الأمل قامت بسداد ثمن الآلات خلال فترة الخصم، أي أنها استفادت من قيمة الخصم،
حاجة تانية، الشركة قامت بسداد المصروفات التالية: شحن ونقل الآلات 1500 ريال، مصاريف إنزال الآلات 500 ريال، مصاريف أجور وتركيب الآلات 2200 ريال، صيانة الآلات 500 ريال. بس صيانة الآلات طبعا الصيانة تمت بعد تركيب الآلات بثلاثة شهور. المطلوب مني إن أنا أحدد تكلفة هذه الآلات. اتفقنا مع بعض إن تكلفة الآلات تتضمن ثمن الشراء مضافا إليه كل المصروفات اللازمة للأصل حتى بداية التشغيل، وتكون مرتبطة بيه، مرتبطة بالأصل. طيب لو تصورنا مع بعض كده ناخد الأرقام واحدة واحدة. يبقى أول حاجة عندي في خصم 2% حصلت عليه، يبقى لازم أحط الثمن الصافي للفاتورة. يبقى أول حاجة 40,000 أضربها في 2% اللي هي الخصم تطلع 800. 800 دي خصم إحنا حصلنا عليه، يبقى ناقص ال 40,000 أخصم منها هذه القيمة تطلع لك 39,200. إذا قيمة صافي الآلات 39,200، ده رقم واحد، وكأنك شاري الآلات بهذه القيمة. تمام؟ يبقى أول حاجة عرفناها إن إحنا بنستبعد قيمة الخصم إذا ما كان يستطيع الحصول عليه. في واحد من الزملاء قال لي ان قيمه الخصم تطلع 46,400، هي بس مش مبين لي هو وصل الى هذه القيمه ازاي. ادي 39,200 هنجمع عليها 1500 اللي هي مصروفات الشحن والنقل، هنجمع عليها 500 اللي هي مصاريف انزال الالات، هنجمع عليها 2200. ال 5000 اللي هي تكاليف صيانه الالات بعد التركيب بثلاث شهور، هل تعتبر ضمن تكلفه الاصل ولا لا؟ ها؟ 5000 اللي هي ال 500 عفوا، اللي هي صيانه الالات اللي تمت بعد تركيب الالات، هل تعتبر ضمن تكلفه الاصل ولا لا؟ وليه؟ من الكلام اللي احنا قايلينه. ندي كده نص دقيقه. شوف مين هيجاوبني في هذا السؤال. نو، طيب كويس باللغه الانجليزيه. ولا باللغه العربيه. بسم الله ما شاء الله 649. لا ليه؟ السؤال الثاني، لا ليه؟ لا تعتبر، صح. بس لا تعتبر ليه؟ ايه السبب؟ في دليل تعتبر منين الاصل؟ ها؟ لانها تدخل من ضمن الصيانه، صحيح؟ لا لا، لانها تمت بعد التركيب، صح. رقم 321 ده جميل، اللي هو اخر رقم 321 هو المظبوط. لما تقول لا، لان تقول لي لا ليه؟ لانه في بعض الحالات لما بجيب لك سؤال نظري بقول لك لماذا لا تعتبر مثلا دي، فتقول لي لانها تمت بعد التركيب، الصيانه ده مصروف عادي زي ما نتكلم بعد كده. يبقى النقطه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ان جميع التكاليف قلنا ايه؟ حتى بداية الاستخدام. الصيانة تتم بعد الاستخدام، وبالتالي لا تعتبر ضمن تكلفة الأصل. يبقى في شرطين أساسيين عشان أعتبر كل النفقات أو المصروفات جزء من التكلفة: أولاً إن هي تتعلق بالأصل، ثانياً إنها تمت قبل بداية الاستخدام. أما بعد الاستخدام فليها قصة تانية هنشوفها مع بعض. تمام؟ هنتكلم بقى بالتفصيل على المصروفات اللي بتتم بعد الاستخدام. نشوف مع بعض كده هذه المصروفات. ده الحل الاولا عشان يبقى قدامكم. ثمن الشراء 40,000 ريال، شلنا الخصم التجاري 2%، جبناها ازاي؟ ضربنا 40,000 في 2 على 100، تطلع 800 ريال. اطرح 800 من ال 40,000، يبقى إذا صافي الشراء أو صافي ثمن الشراء 39,200. ضفنا الجمارك، ضفنا الشحن، ضفنا الإنزال، ضفنا التركيب، طلع مجموع هذه المواصفات 7,200. جمعنا 39,200 على 7,200 طلع لك
46,400. ثم قلنا بقى كملاحظه، ودي الاجابه النموذجيه في هذا النوع من الحالات، سواء بقى سئلت فيها نظري او عملي الاجابه عندك تبقى واضحه. لم تتضمن تكلفه الالات قيمه تكاليف الصيانه وقدرها 500 ريال. ليه؟ لانها تمت بعد تركيب وتشغيل الالات بثلاثه اشهر. دي الايه؟ الاجابه النموذجيه. والحقيقه لان الالات ركبت وقامت بالانتاج ماشي الحال، لا لانها تعتبر من المصروفات. على فكره ممكن بند يعتبر من المصروفات يخش ضمن تكلفه الالات على فكره. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا قبل تشغيل الالات مهندس بياخد اجر او بياخد مكافاه، ها، واتدرب على تركيب وصيانه الاله راح المانيا، دي مصروفات احملها على تكلفه الاصل طالما انها تمت قبل التشغيل. يبقى لو عندي عمال او مهندسين او الى اخره سافروا عشان يتدربوا على صيانه الالات دي وتركيبها و الى اخره، هذه المصاريف كلها تعتبر ضمن تكلفه الاله. يبقى لا يتعلق بالبند كانه مصروف او جزء من التكلفه، لا هو يتعلق بنقطه مهمه قوي، يعني قبل بدء التشغيل، والعنصر الثاني انه مرتبط بشكل مباشر بالاصل. طيب تعالوا بينا بقى بعد ما ركبنا الاصل ايه اللي بنعمله؟ دعونا نتفق ان في نوعين من النفقات، والجزئيه دي جزئيه مهمه جدا في النظري، الاسئله النظري اللي بنجيبها ان شاء الله، وفي احيانا بعض الحالات العمليه زي اللي عدت علينا. فبنقول ان النفقات اللي بتنفق على الاصل بعد التشغيل، خدوا بالكم من هذه الكلمه، بعد التشغيل، يعني بعد ما الاصل ركب عندي وابتدينا نشتغل، هنلاقي ان في نوعين من المصروفات. مصروف بنسميه المصروفات الايراديه او المصروف الايرادي، والمصروفات بنسميها المصروفات الراسماليه. ده ليه سمات، المصروف الايرادي له سمات، والمصروف الراسمالي له سمات او خصائص اخرى. المصروف الايرادي احد سماته ان انت بتصرف هذه النفقات او هذه المصروفات عشان تحافظ على الاله او المنتج ده بتاعك ايا كان، للمحافظه على العمر المقدر، قد يكون سياره، قد يكون مبنى، ايا كان. عشان احافظ على العمر الانتاجي المقدر لك. انا النهارده عشان احافظ على سيارتي بحاله جيده، احافظ على آلتي بحاله جيده، لازم مثلا مثلا على سبيل المثال كل 3000 لازم تغير الزيت. يعني لازم البواجي كل فتره معينه تغيرها. وهكذا في كل اله او في كل اصل ثابت. هذه المصاريف اسمها مصاريف الصيانه. مصاريف التشغيل. لو حصل عطل مفاجئ في الاله عندك، الرزير تلف هذه القطعه، تاخدها وتغيرها. دي مصروفات ايراديه. ليه؟ لانها ما بتزودش عمر الاصل. هي بتحافظ عليه انه يشتغل ويطلع منتج بشكل مناسب. يبقى المصروف الايرادي تعريفه هي مصروفات بتنفق على الاصل عشان احافظ على وضعه، عشان احافظ على عمره المقدر له، ما بنضيفلوش حاجه. لكن انا النهارده لو انت ضغطت على الاله ممكن لو هي مقدر لها تقعد 10 سنين تقعد 7 سنين، لو انت ما عملتهاش الصيانه اللازمه. لو انت ما غيرتش ما عملتلهاش مثلا الزيت، غيرت زيت او ظبطتها او غيرت هذه الاله اللي بنسميها قطعه الغيار اللازمه كل فتره زمنيه وفقا لما يحدده الكتالوج المتعلق بهذه الاله. يبقى هذه مصروفات بنسميها مصروفات ايراديه. الحاجه الثانيه، هذه المصروفات لا تدخل ضمن تكلفه الاله. اما تروح فين؟ تخش ضمن مصروفات في قائمه الدخل. هي دي اللي بنسميها المصروفات التشغيليه، متعلقه بالتشغيل. الحاجه الثالثه بنسميها نفقات ايراديه. يعني ايه نفقات ايراديه؟ يعني تحمل بالكامل اي تخصم بالكامل من ايرادات القطر. يبقى اذا المصروفات الايراديه زي ما احنا شايفين مصروفات تنفق على الاصل للمحافظه عليه بحالته عشان يشتغل بكفاءه. الحاجه الثانيه، هذه المصروفات لا تدخل ضمن تكلفه الاصل. امال بتروح فين؟ يعني ما بزودهاش على تكلفه الاصل. لو كانت قيمه السيارات مثلا 100,000 وتقول لي انا عملت لها صيانه واصلاح ب 10 بقى قيمتها 110، لا
تظل قيمتها عندك في الدفاتر ب 100,000، وال 10,000 دول مصاريف الصيانه يروحوا في قائمه الدخل ضمن المصروفات. وبالتالي بنسميها النفقات الايراديه. كلمه نفقه ايراديه معناها ايه؟ معناها تحمل بالكامل على ايرادات الفتره. يعني تحمل بالكامل على ايرادات الفتره؟ اي تخصم من الايرادات، ايرادات 100 يشيل منها 10,000، يبقى صافي الدخل بتاعك في شيء مثلا، لو ما فيش غير هذا البند. ده النوع الاول من المصروفات اللي بيصرف على الاصل. كل ده بنتكلم امتى يا شباب؟ بنتكلم بعد التشغيل، بعد ما الاصل ركب واشتغل. النوع الثاني بنسميه المصروف الراسمالي او المصروفات الراسماليه. مصروف الراسمالي مصروف بيزود الطاقه الانتاجيه للاله، بيحسن من كفاءتها. نفترض ان انا السياره بتاعتي مثلا عمرها الانتاجي 5 سنين او 8 سنين، وات ايفر. بعد 8 سنين جبت لها ماكينه جديده وحطيتها اشتغل معايا كمان 5، يبقى معنى ذلك انا زدت الطاقه الانتاجيه للسياره بتاعتي، ان هي بدل ما تبقى 8 سنين زودت عليها كمان 5. في الحاله دي بنسمي ده مصروف راس مال. وقف على هذا، لو انا عندي اله في المصنع بتاعي عمرها الانتاجي مثلا 10 سنين، بعد نهايه ال 10 سنين رحت مغير الماكينه بتاعتها او صرفت عليها مصاريف كبيره قوي علشان نزيد من الطاقه الانتاجيه، يبقى ده مصروف راس مال. مثال ثالث، لو انا عندي مبنى، نساله لكم كده ونشوف الاجابه هتكون ايه. لو انا عندي مبنى مثلا على سبيل المثال، المبنى ده مكون من 3 ادوار، 3 ادوار، رحت جاي عامل فيه يعني مثلا ايه بنسميه دهان صباغه، هو كان مصبوغ وصبغته تاني، ده يعني بعد فتره من الزمن صبغته، صبغته كلفتني 10,000 ريال. ده يعتبر مصروف ايرادي ولا مصروف راس مالي؟ مره ثانيه نسال السؤال عشان انا منتظر الاجابه. لو انا النهارده عندي الاله اللي عندي مبنى، المبنى ده عملت له صباغه، الصباغه دي كلفت 10,000 ريال، صباغه المبنى تعتبر مصروف ايرادي ولا مصروف راس مالي؟ تدخل من ضمن الصيانه ايرادي، ده اجابه راس مالي. مصروف ايرادي، مصروف ايرادي، مش مصروف ايرادي، ايرادي تعتبر من الاصل ولا ايراديه؟ انت في حاجه انت بتديني اجابتين هنا، ايرادي ايرادي. الحقيقه المعظم فاهم هو مصروف ايرادي. ليه؟ لانه ما زودنيش العمر ولا الطاقة بتاعة المبنى، المبنى زي ما هو 3 ادوار، ولكن عشان احافظ عليه واقدر اشتغل فيه وانتج فيه محتاج ان انا اديله هذه الصباغة عشان العمال والموظفين يقدروا يشتغلوا، فعلا مصروف ايرادي. طيب، لو انا عندي مبنى مكون، نفس المبنى مكون من 3 ادوار. المكان ده على الموظفين، رحت باني دور رابع. تكاليف بناء الدور الرابع ده تعتبر مصروفات ايرادية ولا مصروفات راسماليه؟ كان عندي مبنى مكون من 3 طوابق، زدت طابق رابع راس، تكاليف اضافه الطابق الرابع راسمالي. رقم 201 بيقول لي راسمالي، 127 راسمالي، يعتبر راسمالي. بسم الله ما شاء الله، ده كلكم زي الفل اهو، فعلا راسمالي لان ده زودت الطاقه الانتاجيه المقدره للمبنى. يبقى احنا هنا بامثله كده على نفس الوضع جبنا الاحتمالين. لو عندك سياره بتصبغها مصروف ايرادي لانك بتحافظ على السياره بتاعتك، لكن لو شلت الماكينه بعد انتهاء عمرها وجبت ماكينه جديده زودت العمر، يبقى ده مصروف راس مالي. وقيس على هذا، المصروف الراس مالي يا شباب بيضاف الى تكلفه الاصل الثابت. يعني لو انت عندك مثلا هذه التكلفه بتاعت الاصل 100، وعملت الجزء الاضافي للمبنى ده ب 30-40,000 ريال، هتصبح التكلفه الكليه للمبنى 140,000 ريال. ال 100 القيمه القديمه مضافا اليها ال 40,000 ريال اللي هي تكلفه الطابق الزياده.
نسمي هذه النفقات نفقات رأسمالية، وتصبح جزء من تكلفة الأصل وتظهر في قائمة المركز المالي. الله، أما النفقات الإيرادية بتظهر فين؟ بتظهر في قائمة الدخل زي ما حضراتكم شايفين أهو في الزاوية الأخرى. وخدوا بالكم من هنا أن النفقات الرأسمالية بتظهر في قائمة المركز المالي، بينما النفقات الإيرادية بتظهر في كمصروف ضمن قائمة الدخل. ده بالنسبة لهذا الجزء. يبقى احنا فهمنا في البداية تعريف تكلفة الأصل الثابت، وحطينا له مجموعة من العناصر اللي بتشملها هذه التكلفة، اللي قلنا كل النفقات اللي بتنفق على الأصل حتى بداية الاستخدام. النقطة الثانية اللي اتكلمنا عليها برضو ان احنا اتكلمنا على الفرق ما بين النفقات او المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية، وخدنا حالة عملية على الكلام ده. تمام؟ طيب، ايه رأيكم بقى نبدأ في كيفية حساب استهلاك هذه الأصول الستة؟ لأن هناخد التفكير بيها والوقت غير كافي، عشان نحاول بقدر الإمكان طبعا يعني ايه نتابع مع بعض. رأسمالية طبعا، لا مش مالية، هي رأسمالية، رأسمالية. شاشة الشرح بيضاء، الشاشة واضحة قدامنا الحقيقة، يمكن هل دي عامة ولا الشاشة هل بيضاء ولا واضحة؟ واضح فيها الشرح. الشاشة واضحة، يبقى بس عندك أو عندك في حاجة مشكلة أو حاجة. طيب نبدأ بقى. واضحة واضح، طب الحمد لله. نبدأ نتكلم على استهلاك الأصول الثابتة. ما المقصود بكلمة استهلاك الأصول الثابتة؟ أولا كلمة استهلاك الأصل، يعني إيه استهلاك الأصل؟ لو أنت عندك أصل ثابت، آلة أو معدة أو مبنى أو أي شيء، قيمته بتقل بمرور الزمن. قيمته بتقل بمرور الزمن. ده معناه ايه؟ معناه ان الآلة بتاعتي حصل فيها نقص. النقص ده ناتج من ايه؟ ناتج اما من الاستخدام او التقادم او مضي اليوم. مش فاهم. لو عندي سيارة شاريها النهارده ب 100,000، استخدمتها سنة، بعد سنة قيمتها تساوي كام؟ تساوي 90 80. يبقى نتيجة الاستخدام حصل نقص تدريجي في قيمة السيارة بتاعتك. ده نتيجة الايه؟ الحاجة الأولانية الاستخدام. في حاجة تانية اسمها التقادم. نقص في قيمة الأصل نتيجة التقادم. التقادم مرتبط بالتكنولوجيا. بنسميه كده التقادم التكنولوجي. لو انت تلاحظ او تلاحظي ان انا عندك مثلا اول ما الموبايل ينزل، اي موبايل دي غالي جدا، هو بعد سنه تلاقي سعره نزل النص مثلا. نتيجه ايه؟ نتيجه في تكنولوجيا حديثه نزلت افضل منه، فبالتالي لحق بالنقص. حتى لو الموبايل ده لو لم يستخدم، انا كنت شاريه من سنه مثلا ب 3000 ريال، بقى قيمته 2000 ونص، 2000 ثم يتناقص يتناقص. ده بنسميه التقادم او مضي المدة. التقادم ينشا من بنسميه التقادم التكنولوجي، يعني نزل حاجه احدث منه زي السيارات بالظبط. في بدايه مثلا اهو داخلين 2014 مثلا، تلاقي العربيه ب 100,000 ريال دي 2014، في اخر السنه تلاقي نزلت ل 90 95 الى اقل او اقل كثيرا. ليه؟ لانه حصل تقادم تكنولوجي لها رغم ان السياره جديده. يبقى ده تعريف الاستهلاك. الاستهلاك هو النقص التدريجي. تدريجي يعني سنه ورا سنه. السنه الاولانيه فيها 90 ثمن السياره، بعد استخدامها سنه كمان سنه بقت 80، بقت 70، بقت 60. ده اسمه نقص تدريجي في قيمه الاصل نتيجه الاستخدام او التقادم في مضي المدى. دي رقم واحد. هذا النقص اللي حصل الان، انت جايبها ب 100,000 او السياره جايبها ب 100,000،
هتستخدمها 10 سنين. الآلة جايبها ب 100,000 هتستخدمها 10 سنين. يبقى أنا بوزع تكلفة هذا القصر على 10 سنين. ده تعريف ثاني للاستهلاك، هو توزيع تكلفة القصر الثابت على فترات استخدام. يبقى أنا جايب آلة ب 100، 100,000، هستخدمها 10 سنين، خلاص أروح قاسم 100,000 مثلا على سبيل المثال. حاجة بسيطة كده على 10,000 على 10 سنوات يطلع لك في السنة 10,000 ريال زي ما كنا بنتكلم. هذا المبلغ يعتبر مصروف يحمل على الفترة. يبقى أنا وزعت تكلفة الأصل الثابت على الفترات المستفيدة من خدمات هذا الأصل. خلاص كده واضحة؟ إيه العوامل اللي بتؤثر؟ حاضر الصلاة، نخلص العوامل اللي بتحدد قيمة الاستهلاك وندي بريك للصلاة 10 دقائق. العوامل اللي بتحدد قيمة الاستهلاك هي 3 عوامل. أول حاجة هي تكلفة الأصل الثابت. لو التكلفة كبيرة يبقى قيمة الاستهلاك كبيرة، تكلفة قليلة قيمة الاستهلاك قليلة. تكلفة هي اللي بتؤثر على قيمة الاستهلاك زي ما هنعرف مع بعض. الحاجة الثانية العمر الإنتاجي. العمر الانتاجي يعني ايه؟ يعني انت مقدر تستخدم الاصل ده كام سنه؟ السيارات مثلا 5 سنوات، المباني تبقى 20 سنه وهكذا. في كل الشركات والمؤسسات بتحدد عمر انتاجي لكل الاصول الثابته اللي عندها، طبعا فيما عدا الاراضي، لان الاراضي لا تهلك. عدا ذلك يبقى لها عمر انتاجي محدد. العنصر الثالث اللي بيؤثر على قيمه الاستهلاك هي القيمة التخريدية. يعني ايه القيمة التخريدية للأصل؟ يعني قيمة الأصل في نهاية عمره الإنتاج. يبقى إذا العوامل اللي بتحدد قيمة الاستهلاك 3 عوامل. العنصر الأول تكلفة الأصل. العنصر الثاني العمر الإنتاجي للأصل الثابت. العنصر الثالث القيمة التخريدية أو النفاية. يعني ايه القيمة التخريدية أو النفاية؟ يعني قيمة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. نقدر من خلال كده نحسب قيمة الاستهلاك بأكثر من طريقة اللي هنعرفها النهاردة إن شاء الله مع بعض. بس إن شاء الله ناخد بريك صلاة 10 دقائق بالظبط، ثم نلتقي بعد كده علشان ناخد طرق الاستهلاك. نستأذنكم ال10 دقائق دول بريك صلاة، يعني الساعة 7 ل10 لغاية الساعة 7، نبدأ إن شاء الله 7 بالظبط كده. في صدى صوت يا ريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعضينا المحاضرة بتاعتنا. بنقول إن هناك 3 طرق شائعة أو الأكثر وجودا في الواقع العملي لاستهلاك الأصول الثابتة. الطريقة الأولانية بنقول إن هي طريقة القسط الثابت. الطريقة الثانية هي طريقة الوحدات المنتجة. والطريقة الثالثة هي طريقة أو طرق الاستهلاك المعجل. طرق الاستهلاك المعجل هناخد فيها طريقة الاستهلاك المعجل، يعني بنعجل من استهلاك الأصل الثابت العادي. يبقى عندي 3 طرق هناخدهم بالتفصيل. طريقة الأصل الثابت، طريقة الوحدات المنتجة، وطرق الاستهلاك المعدل. هناخدها بأسلوبين، الأسلوب الأولاني الرصيد المتناقص، والاسلوب الثاني مجموع ارقام سنوات الاستخدام. نحاول النهارده نخلص اول طريقتين ونؤجل الطريقه الثالثه لان شاء الله محاضره قادمه. طريقه القسط الثابت من اسهل الطرق والاكثر شيوعا واستخداما في المنطقه العربيه بصفه عامه. ليه؟ لان هي سهله جدا ومباشره والناس معتاداها بشكل كبير. القسط الثابت وفقا لهذه الطريقة بنوزع تكلفة الأصل الثابت بالتساوي على سنوات العمر التقديري للأصل الثابت. يعني لو عندي أصل ثابت تكلفته، التكلفة الكلية ليه اللي هي ثمن الشراء زائد الجمارك والنقل والشحن والتأمين وخلافه 100,000 ريال، وعمره التقديري 5 سنوات، يبقى تقسم ال 100,000 ناقص
القيمه التخريديه له، يعني قيمه النفايه في نهايه عمره اذا كانت موجوده. لو مش موجوده تبقى بصفر. نفترض ان هي مش موجوده، يبقى 100,000 ناقص صفر على 5. لو قسمنا كده اهو مع بعض ال 100,000 على 5 سنوات، يعني كل سنه 20,000 ريال. يبقى السنه الاولى الاستهلاك بتاعه 20,000 ريال، السنه الثانيه 20، الثالثه 20، الرابعه 20، الخامسه 20. وفي نهايه السنه الخامسه تصبح قيمه الاصل عندك صفر. يبقى قسط الاستهلاك السنوي نحسبه باحد طريقتين. الطريقه الاولانيه ان احنا بنقسم تكلفه الاصل مخصوما منه القيمه التخريديه. القيمه التخريديه معناها ايه؟ قيمه الاصل في نهايه عمره. نقسمه على ايه؟ على العمر الانتاجي للاصل. ده بيديهوني وده بيديهوني. عمر الانتاج 5 سنين، 10 سنين، يبقى العمر الانتاجي للاصل ده بالسنوات. طيب لو تكلفه الاصل 100,000، القيمه التخريديه مثلا على سبيل المثال 10، يبقى 100,000 ناقص 10,000 على العمر الانتاجي 5 سنين، 7 سنين، 8 سنين، زي ما يديني. ده تكلفه الاستهلاك السنوي. احيانا ما يدينيش العمر بالسنوات، ولكن يقول لك والله معدل الاستهلاك السنوي 20% او 10%. في الحاله دي بنضرب، يبقى تكلفه الاصل ناقص القيمه التخريديه في معدل الاستهلاك السنوي اللي هو 20% او 10% او ايا كان القيمه اللي بتديها. القيد المحاسبي في هذه الحاله سواء بدي او بدي، من حساب مصروف الاستهلاك الى حساب مخصص استهلاك. طب وايه النقط دي؟ حسب نوع الاصل الثابت. لو كانت الات يبقى من حساب مصروف استهلاك الالات الى حساب مخصص استهلاك الالات. كانت سيارات، مصروف استهلاك السيارات الى مخصص استهلاك السيارات، وهكذا. طب انا استخدم القانون الاول ولا القانون الثاني؟ حسب البيانات اللي عندك في التمرين. يعني مش مساله اختيار. لو انا مدي لك العمر الانتاجي بالسنوات يبقى تستخدم القانون الاول. لو انا قلت لك معدل الاستهلاك السنوي 20% او 30% او 40% يبقى تستخدم الثاني. وسواء الاول او الثاني المفترض يوضوا لك او يدوا لك نفس النتيجه. بالك. طب طريقه القسط الثابت دي اللي انت مقسم العمر او مقسم تكلفه الاصل على العمر الانتاجي ويطلع لك قيمه ثابته في الاربع سنين او خمس سنين او 10 سنين القادمين ايا كان عمر هذا الاصل. تفترض ايه؟ يقول لك ان المنافع الاصل ده تتناقص بس نتيجه عامل الزمن. يعني عامل الزمن هو اللي بيؤدي الى نقص في قيمه هذا الاصل. اكثر من عاملي الاستخدام والتقادم الفني. ده من وجهه نظر اصحاب هذه الطريقه. على فكره ده افتراض. يعني مش ضروري يكون هو ده ما يحدث بالفعل، ولكن معايير المحاسبه سواء الدوليه او السعوديه بتاخد بهذه الطريقه ومعتمداها كاحد طرق استهلاك الاصول الثابته ومعتمده طبعا لكل الشركات او يمكن 90% من الشركات بتطبق هذه الطريقه. يبقى هذه الطريقه بتقوم على فكره ان منافع الاصل الثابت بتتاثر بتتناقص لعامل الزمن، يعني بمر سنه العربيه تنقص 10، تمر كمان سنه كمان 10، كمان سنه كمان 10، وهكذا. يبقى معنى ذلك ان انا كمؤسسه بتاثر فقط بعامل الزمن. يبقى لو سالتك سؤال نظري وقلت لك متى تستخدم طريقه القسط الثابت؟ هتقول لي يستخدمها اذا ما كانت منافع الاصل تتاثر بعامل الزمن اكثر من عاملي الاستخدام والتقادم الفني. دي وجهه نظر اصحاب هذه المدرسه. تمام؟ يبقى اذا مره ثانيه ازاي بنحسب مصروف الاستهلاك او قسط الاستهلاك؟ بشوف تكلفه الاصل ايا كان قيمتها 50,000، 100,000، 200,000، اخصم منها القيمه التخريديه. ما هي القيمه التخريديه؟ هي قيمه الاصل في نهايه العمر الانتاجي له وتقديريه، يعني انت اذا كان الاصل تجديد هعرف قيمته لما تبقى نفايه منين؟ ده برجع للمهندسين او المختصين في هذا الاصل اقول له والله الاصل ده في نهايه عمره يساوي كام؟ فدي تبقى قيمه تقديريه، القيمه التخريديه قيمه تقديريه. لو ما جابليش قيمه تخريديه تبقى صفر. خلاص. يبقى تكلفه الاصل ناقص القيمه التخريديه مقسوما على العمر الانتاجي للاصل. ده بيطلع لك قسط الاستهلاك السنوي. السنوي يعني ايه؟ يعني 12 شهر. خد بالك. هل دي فيها حاجه؟ اه طبعا فيها حاجه. ايه اللي فيها؟ لان ممكن ما اشتريش الاصل
من بدايه السنه. خد بالك انت السنه نهايه السنه الماليه عندنا معروفه 30 12، نقف ونطلع حساباتنا. طب وانت المفروض تشتري الاصل بقى ده يوم 1 1 عشان تطلع في السنه؟ لا طب ممكن الشركه تشتري في شهر 3، في شهر 5، في شهر 8، في شهر 9. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ هنعرف مع بعض. عشان كده بقول لك خد بالك ان ده قسط الاستهلاك الايه؟ السنوي، القسط المتعلق بالسنه. البيت بتاعك من حساب مصروف الاستهلاك الى حساب مخصص الاستهلاك. تعالوا بينا ناخد حاله عمليه على الكلام ده ونشوف هنتعامل معاها ازاي. الملاحظه اللي انا بقولها لحضراتكم اهي، لو انت اشتريت الاصل واستخدمته خلال سنه معينه وليس من بدايته، كلمه خلال سنه معينه يعني اشتريته في شهر 3 في 5 في 7 في 9. يبقى معنى ذلك استفادتك من الاصل ده ابتداء من تاريخ الشراء حتى 30 12. هي دي مده الاستفاده. وده الاول سنه بس. لكن بعد كده الاصل هيقعد عندك سنه كامله، سنه كامله، سنه كامله. لكن يوم ما تشتريه ليس بالضروره ان انا اشتريه من واحد واحد. طب لو اشتريته في شهر 8 في اول 8 يبقى انا استفدت بيه 8 و9 و10 و11 و12، خمس شهور من السنه. طب لو اشتريته في شهر 9 يبقى استفدت بيه 9 و10 و11 و12، اربع شهور من السنه. تمام؟ ازاي بقى بنعالج دي وفقا للحاله اللي بتجيلنا؟ تعالوا نشوف مع بعض حاله عمليه ونشوف هنتعامل معاها ازاي. احنا هنحل مع بعض وبعدين نبدا ايه؟ نشوف الحالات الثانيه ونقدر نتعامل مع بعض ازاي؟ انا هحل الحاله الاولانيه دي ونشوف القصه هتمشي معانا ازاي. بيقول لك ايه؟ في 1/1/2012 قامت احدى الشركات بشراء اصل واستخدام، بلغت تكلفه هذا الاصل تكلفته 680 الف ريال، عمره الانتاجي 10 سنوات، قيمته التخريديه اي قيمته في نهايه عمره 40 الف ريال. المطلوب حساب قسط الاستهلاك السنوي وفقا لطريقه القسط الثابت، ب اجراء قيد الاستهلاك، ج بفرض شراء الاصل واستخدامه في 1/4. احسب قسط الاستهلاك عن هذه السنه. تعالوا بينا نمشي الاول جزئيه جزئيه ونشوف القصه تمشي ازاي. اتفقنا مع بعض عشان احسب قسط الاستهلاك عباره عن ايه؟ من مذاكر، عباره عن تكلفه مقسوما منها القيمه التخريبيه مقسوما على العمر الانتاجي للاصل. تاني عباره عن ايه؟ تكلفه ب 680,000 ناقص القيمة التخريبية اللي هي 40,000، نمشي مع بعض، يبقى 680,000 ناقص 40,000 مقسوما على العمر الإنتاجي اللي هو 10 سنوات، يبقى على 10. يبقى قسط الاستهلاك السنوي يطلع لي 64,000 ريال. قسط الاستهلاك السنوي يطلع لي 64,000 ريال. طب القيد المحاسبي، لا الرقم ده كبير 64,000 صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. 64,000 ريال. القيد المحاسبي يكون ايه؟ القيد ثابت. يعني ما بيتغيرش من نوع اصل لنوع اصل، هي القيمة بس اللي بتختلف. من حساب مصروف استهلاك الاصل ايا كان مسماه إلى حساب مخصص الاستهلاك ب 64,000 ريال. ليه؟ إن اشتريت الاصل ده يوم كام؟ 1/1، يعني قعد في المؤسسه بتاعتي او في الشركه بتاعتي السنه بكاملها. حسبنا ازاي الاستهلاك او مصروف الاستهلاك مره ثانيه؟ 680,000 اللي هو تكلفه الاصل ناقص القيمه التخريديه له اللي هو 40,000 مقسوما على 10 سنوات. طلعت لك القيمه ديت زي ما شفنا اهو 64,000 القيد بقى اللي هو المطلوب الثاني، 64,000 من حساب مصروف الاستهلاك، 64,000 إلى حساب مخصص الاستهلاك. من نفس القيمة طبعا، لازم الطرف المدين يساوي الطرف الدائري زي ما أنت عارف. طيب. النقطة الأخيرة بقى، بتفترض لو أنت اشتريت الأصل ده في 1/4، ما اشتريتوش بقى في 1/1. لأن الـ 64,000 اللي إحنا مطلعينها دي عن سنة كاملة. عن سنة كاملة. طيب انت اشتريت الاصل في 1/4، يبقى انا استفدت من الاصل ده ايه؟ شهر 4، لان اشتريته في 1/4 يبقى شهر 4 معايا.
5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى انا استفدت بيه كام شهر؟ 9 شهور عديتهم على ايدي. خد بالك، ما تقولش 12 ناقص 4 تطلع 8، غلط. طب واشمعنى 12 حسبته؟ لان احنا بنعد القوائم الماليه بتاعتنا في 30 او في نهايه السنه اللي هي 30 12 السنه الماليه بتاعتنا. طيب ال 64000 اللي احنا كنا مطلعينها ديت تتعلق بايه يا شباب؟ تتعلق بالسنه. يبقى لو قسمنا 64000 على 12 من السنه 12 شهر، يطلع لك ان الاستهلاك في الشهر الواحد يطلع حوالي 5333. طب انت استخدمت قد ايه؟ استخدمت 9 اشهر، هروح ضارب في 9. يبقى عملنا ايه تاني؟ عشان اطلع، وده بيتحسب للسنه الاولى بس. ليه؟ لانك من الممكن انك تشتري الاصل في اي تاريخ، مش بالضروره في 1/1. فلو اشتريته في شهر 4 اعد من هذا التاريخ لنهايه 30/12. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 شهور. طيب الاستهلاك السنوي احنا طالعين 64000 للسنه. لو قسمت على 12 يطلع لك الاستهلاك في الايه؟ في الشهر الواحد. يعني السنه 12 شهر. وراح ضارب في 9. اشمعنى في 9؟ ده فترة الاستخدام خلال السنة. يبقى قسمنا تاني 64000 على 12 طلع لك استهلاك الشهر الواحد، ضربت في 9 طلع لك استهلاك التسع شهور. طب تعالى نشوف مع بعض الحل كده مع بعضنا. أهو. قسط الاستهلاك السنوي 680000 ناقص 40000 على 10، 10 ايه؟ 10 سنوات. ده الحالة الأولانية. طلع 64000 ريال. طب اشمعنى سنوي؟ لأن كنت قايل في الحالة الأولانية إن إحنا اشترينا هذا الأصل يوم 1/1، يبقى استفدنا منه السنة كاملها. يبقى قيد الاستهلاك بتاعك 64000 من حساب مصروف الاستهلاك، 64000 إلى حساب مخصص الاستهلاك. طيب الحالة الثانية، لو أنت اشتريته في 1/4، أنا قسط الاستهلاك السنوي 64000، أقسم على 12 وأضرب في 9 يطلع لك 48. يبقى لو قسمت على 12 وضربت في 9، إيه هي 9 دي؟ من يوم 1/4 لغاية 30/12 يطلع لك هذه القيمة. تمام؟ يطلع لنا 48000 ريال. يبقى في، خد بالك، هنا في احتمالين. احتمال انه الاصل جبته واستخدمته عن السنه بكاملها. الحاله الثانيه ان الاصل استخدمته اثناء السنه. ففي هذه الحاله فقط يتم حساب الاستهلاك عن الفتره التي استخدم فيها او كان موجود عندي في المؤسسه او الشركه من بدايه الشراء وحتى نهايه السنه الماليه اللي هي 30/12 من كل عام. تمام؟ عشان نأكد على هذه المعلومة ناخد تمرين تاني ونشيله مع بعض. نجهز كده كلنا بورقنا وقلمنا ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي، ونشوف أول الشباب اللي هيوصلوا لنا لحل سليم لهذه الحالة. لو أنت حليت معايا الحالة دي كويس، يبقى الموضوع بتاع أصول السفر واستهلاكه إلى حد كبير وصل معاك، تقدر تكمل عليه بقى باقي الحالات والتمارين اللي موجودة عندك. بيقول لي في 1/7/2012 قامت إحدى الشركات باستيراد آلة بلغ ثمن شرائها، ثمن الشراء فاتورة الشراء 240000، رسوم الجمركية عليها 50000، تكاليف تركيب الآلة 20000، قيمة تخريبية لها 30000، معدل الاستهلاك السنوي 20%، يعني مديني مجموعة من المعطيات أقدر من خلالها أطلع رقم واحد تكلفة الأصل، لأن لما بنحسب استهلاك ما بنحسبوش على ثمن الشراء، إحنا بنحسب على تكلفة الأصل. صح كده؟ اتفقنا، يبقى مالناش دعوة ثمن الشراء ده عشان ما يخدعنيش بيه. أنا بحسب الاستهلاك بتاعي على تكلفة الأصل. إيه الفرق بين ثمن الشراء؟ ثمن الشراء ده ثمنه بيور كده. لكن الجمارك والنقل والشحن والتأمين وخلافه بينضاف يديني في الآخر تكلفة الأصل. تمام؟ القيمة التخريبية 30، معدل الاستهلاك السنوي 20، وأنا اشتريته في 1/7.
يبقى رقم واحد اللي انا هسال عليه تكلفه القصر كام اللي انا هبتدي احسب عليها الاستهلاك. تكلفه القصر كام اللي انا هحسب عليها تكلفه الاستهلاك. ايه هي بقى اللي موجوده عندنا؟ مين يقدر يجاوبني على هذه النقطه؟ انا عايز اوصل الى تكلفه القصر. نسيب كده نصف دقيقه ونشوف الاجابات اللي ممكن تجيلي ايه. ٣١٠٧١ بيقول لي ٣١٠٠٠. طيب شوف حد تاني. ٣١٠٠٠. جميل. ٥١٤. تمام ماشي الحال. ٢٧ بيقول لي ٣٠٨٥٠٠. ٣١٠٠٠. ٣١٠٠. صحيح ٣١٠٠. طبعا في البعض جاوب صح البعض لا، لكن هو ٣١٠٠٠ ما بنطرحش منه حاجه، احنا بنضيف عليه. اتفقنا مع بعض ان تكلفه الشراء هي ثمن الشراء مضافا اليها الجمارك والنقل والشحن والتامين حتى بدايه الاستخدام. يبقى هتاخد ٢٤٠٠٠، كلكم عارفوا كده قلمكم، او ٢٤٠٠٠، هنضيف عليها الجمارك ٥٠٠٠، هنضيف عليها تكاليف التركيب ٢٠٠٠٠. نجمع كده مع بعضينا، يبقى انا الاله هي الحاسبه، ٢٤٠٠٠ زائد ٥٠٠٠٠ زائد ٢٠٠٠٠ تطلع ٣١٠٠٠. يبقى اذا اول حاجه وصلنا لها هي تكلفه الاله. تمام، يعني المعظم اهو معانا بقى ما ماشي الحال. يبقى هنا ٣١٠٠٠، دي رقم واحد. القانون الثاني بقى نحسب بقى، خدوا بالكم، احنا اشترينا الاله بكام؟ ١٧. تكلفه كام؟ ٣١٠٠٠. نشوف هل في حد هيقدر يحسب لنا. الاول من فضلكم فكروني في سنه 2012، قسط الاستهلاك عن سنه 2012 هيطلع كام وليه؟ قسط الاستهلاك عن سنه 2012 هنا مين اللي تابع معايا؟ ٥١٤ بيقول لي ٥٦٠٠. ده رأيي. نشوف استهلاك 2012 ٢٨٠٠٠، يعني النص ده مين؟ ٢٠١. نشوف يبقى في ٥٦ وفي ٢٨. ١٥٥٠٠. الله، ده بقى ثلاثة. ٢٨٠٠٠ اللي هو ٤٩. يبقى ده يعني ايه؟ لا مش عن السنتين، احنا عندنا في المحاسبه حاجه اسمها استقلال السنوات، يبقى كل سنه لحالها لو سمحت. احنا عن سنه لسنه. ٢٨٠٠٠. ٦٢٠٠٠. ٢٨٠٠٠ استهلاك ست شهور. برافو عليك. ده مين ده؟ هو طبعا اول واحد جابه كان ٢٠١ الحقيقه عشان يديله حقه. ٦٤٩ بيقول لي ٢٨٠٠٠ عشان عن ستة شهور. صحيح. ازاي؟ ما هو الزميل اللي جابها ٥٦٠٠٠ ده عن سنة. صح؟ لكن أنا هل شاري الآلة دي من يوم ١١؟ أنا شاريها يوم كام؟ ١٧. يعني سبعة ثمانية سبعة معانا. ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، يبقى ست شهور. يبقى تقسم ٦٦٠٠٠ على اتناشر شهر واضرب في ست عشان نطلع عن ست شهور. ده سنة 2012. يبقى مع بعضينا كده نشوف الأول الحل أهو. يبقى أنا ٣١٠٠٠ اللي هي تكلفة الشراء أخصم منها القيمة التخريجية ناقص ٣٠٠٠٠ تطلع ٢٨٠٠٠. هنا بقى أضرب. الحالة الأولانية كنا بنقسم ليه؟ لأنه بيديني عمر إنتاجي بالسنوات. لما يجيبها لك كنسبة مئوية كمعدل تضرب يبقى في ٢٠٪ تطلع ٥٦٠٠٠. ده مصروف استهلاك عن السنة. مصروف استهلاك عن السنة.
طب انا في سنه 2012 استخدمتها سنه او اشتريتها من بدايه السنه؟ لا، ده انا اشتريتها واستخدمها من كام؟ من 1/7، يعني استخدمتها 6 اشهر. يبقى قاسم على 12 يطلع لك استهلاك الشهر الواحد، اضرب في 6 يطلع لي 28000. برافو كل الشباب اللي طلعها 28000، متابع معايا وفاهم هذه القصه. يبقى اذا القيد بتاعك ثابت، القيد بتاعنا بيبقى ثابت 28000 من حساب مصروف الاستهلاك، 28000 الى حساب مخصص استهلاك الالات. يبقى انا من حساب مصروف استهلاك الالات الى حساب مخصص استهلاك الالات، ده عام سنه 2012. طيب هو مش طالب 2012 بس، ده طالب 2012 و2013. طب تعالوا بقى مع بعض كده نفكر، في 2013 مصروف الاستهلاك هيكون كام وليه؟ برضو كده هندي نص دقيقة ونشوف الاحتمالات والحل من الشباب. خد بالك 2012 في مننا جاب كويس، كده 2013 ايه بقت 2013؟ نقسم التكلفة على سنتين. لا، ثواني، في حاجة اسمها كل السنوات، كل سنة الحسب 56000 دي اللي معايا هنا 514 دي 56000 استهلاك سنة 2013 56000 201 56000. طيب حاضر، هنعيد شرح قصه الاستهلاك الشهري. طبعا في ثلاثه من الزملاء قالوا 56000، صحيح 56000، برافو عليكم. هنعيد الجزئيه دي تاني عشان في البعض ما كانش متابع معايا. لما بتحسب قصه الاستهلاك عن السنه، السنه معناها 12 شهر. السنه عندي بتبدا من 1/1 حتى 30/12. فلو اشتريت الآلة ليس في 1/1، معنى كده انك انت استفادتك بيها واستخدامك ليها اقل من 12 شهر. يبقى قسط الاستهلاك السنوي بيطلع بطريقة من اثنين، يا اما تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية في معدل الاستهلاك اللي هو بيبقى بالنسبة المئوية، أو تكلفة الأصل لكل الحاجات دي مع بعضها ناقص القيمة التخريدية على العمر الانتاجي. طب قلت هعرف افرق بين، يبقى بالسنوات. يعني لما اقول لك العمر الانتاجي 5 سنين 7 سنين، يبقى انت تقسم على 5 او 7. دي اول حاجة. الحاجة الثانية اللي ابص عليها واخد بالي منها قوي هو تاريخ الشراء والاستخدام. كده لما انت العملية اللي احنا قلناها دي تطلع لك قسط الاستهلاك عن السنة 12 شهر. ليس بالضرورة في أول سنة إن أنا أشتري الأصل من يوم 1/1. التمرين الأولاني ابتديناه من 1/1، هنا ابتديتهولي من 1/7. يبقى معنى ذلك أنا استخدمت الأصل من يوم 1/7 لغاية 30/12، 6 شهور. طب قسط الاستهلاك بتاعي ده بيطلع لي عن سنة. يبقى لازم أقسم قسط الاستهلاك السنوي على 12، بيطلع لي قسط الاستهلاك عن الشهر الواحد. وأروح ضربه في كام؟ في عدد الشهور. طب احسب عدد الشهور ازاي؟ من يوم 1/7 لغايه 30/12. اعدهم 7 8 9 10 11 12 يطلع 6 اشهر وهكذا. تمام؟ امتى استخدم المعدل؟ اضرب المعدل، وامتى اقسم على عمر انتاجي؟ حسب بيانات التمرين. قال المعدل استهلاك 20% يبقى استخدم طريقه المعدل اضرب. قايل لي العمر الانتاجي 8 سنوات او 7 سنوات او 5 سنوات اقسم وهكذا. قيد المحاسبه بتاعنا يبقى من حساب مصروف الاستهلاك الى حساب مخصص الاستهلاك قيد ثابت لا يتغير. تمام؟ اتمنى ان يكون. طب تعالوا بقى نشوف مع بعض الحل اللي احنا عملناه مع بعض. هي في بعض الشباب متجاوب معايا ومصحصح ومشتغل، نتمنى ان الكل يبقى كده. تكلفه الاله 240000 مضافا اليها جميع التكاليف حتى بدايه الاستخدام. يبقى 240 زائد 50 زائد 20 طلع لي 310000 ريال. قسط الاستهلاك السنوي
كلمة ثانوي عن كام شهر؟ 12 شهر. 680,000 ناقص 40,000 في 20% عشان مديني معدل استهلاك. يطلع لك 56,000 ريال. ده سنوي. ده سنوي. يبقى إذا استهلاك سنة الشراء اللي هي 2012 تضرب 56,000 في 6 على 12. لو قسمت برضه على 12 وضربت في 6 هي هي. طلع 28. يبقى القيد المحاسبي بتاعك 28,000 من حساب مصروف استهلاك الآلات، 28,000 إلى حساب مخصص استهلاك الآلات. هي طلعت 56 مش 68. ازاي طلعت 680,000؟ يعني الزميل بيسأل ازاي تكلفة الآلة طلعت 680,000. ده بالنسبة لهذه القيمة. طيب التمرين اللي بعد كده، طبعا أنا القيمة اللي احنا طلعناها 680,000 ناقص 40,000 في 20% بيطلع لك 56,000. القيمة اللي احنا جمعناها اللي هي الثلاث قيم اللي عندنا اللي هي تكلفة الأصل اللي هي 680,000 والقيمة التخريبية بتاعته 40. طيب نشوف الحالة اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده، طريقة الوحدات الممتازة. في هذه الطريقة بنوزع تكلفة الأصل الثابت وفقا لوحدات الإنتاج المستخدمة فعليا في المنشأة. بنوزع تكلفة الأصل الثابت وفقا لما نسميه بتكلفة الوحدات. هنا بيفترض في هذه الطريقة أن عامل الاستخدام هو الأساس في تحديد عبء الاستهلاك. عامل بيفترض في هذه الحالة أن الحاجة الأساسية للوصول إلى التكلفة أو الاستهلاك هو الاستخدام. يبقى كل ما تستخدم كتير كل ما الاستهلاك يزيد، كل ما تستهلك كتير كل ما الاستهلاك يزيد. تمام؟ طيب يبقى لما بنيجي احنا نعمل هذه الحاله ناخد في اعتبارنا ان القيمه اللي احنا بنحطها نفس الطريقه اللي فاتت، تكلفه الاصل ناقص القيمه التخريبيه. لكن من البدايه بنكون محددين الاله دي طوال عمرها الانتاجي هتشتغل كام ساعه؟ هتشتغل 8 ساعه. العربيه اللي احنا جايبينها دي هتشتغل من بدايه ما نشتريها لغايه ما نخرجها تقطع كام كيلو؟ تقطع 500,000 كيلو مثلا. الاله دي تنتج كام وحده بكفاءه عاليه؟ تنتج 10,000 وحده، 100,000 وحده، ثم تبقى نفايه او قرب وهكذا. يبقى خصائص هذه الطريقه بتفترض هذه الطريقه ان عامل الاستخدام هو الاساس. هو الاساس في تحديد عبء الاستهلاك. الحاجه الثانيه عبء الاستهلاك بيختلف من فتره لاخرى تبعا لحجم الاستهلاك. ليه؟ ممكن السنه دي لو انا بقى مثلا بتكلم على السيارات، ممكن العربيه السنه دي تقطع 100,000 كيلو، السنه اللي بعدها قطعت 80,000، السنه اللي بعدها تقطع 90,000. يبقى اذا التكلفه تختلف من سنه لسنه بحسب الاستخدام. يبقى هذه الطريقه بتفترض او بتاخد في اعتبارها ان تكلفه الاصل تختلف من سنه الى اخرى. مش عارفه مش تكلفه الاستهلاك، تكلفه استهلاك الاصل عشان اكون ادق. تكلفه استهلاك الاصل هتختلف من سنه الى اخرى. هتختلف من سنه الى اخرى بناء على ايه؟ بناء على الاستخدام. يبقى اذا من وجهه نظر هذه الطريقه اللي هي طريقه الوحدات المنتجه ان عامل الاستخدام هو الاساس في تحديد عبء تكلفه الاصل. الاستخدام هو الاساس في تحديد تكلفه الاستهلاك لهذا الاصل. طب احسبه ازاي؟ ده من وجهه نظر اصحاب هذه الطريقه ان الطريقه دي اكثر عداله. مش معقول عربيه تمشي 100,000 كيلو وعربيه تمشي 20,000 ووفقا لعامل الزمن احسب دي زي دي. يعني دي قعدت سنه عندي ودي قعدت سنه عندي. لكن دي مشيت كام؟ مشيت 20,000. دي مشيت كام؟ مشيت 100,000. يبقى من الضروري الا تكون التكلفه واحده. تمام. طيب يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟
بنعمل نشوف هذه الآلة وهذا الأصل هيقعد عندي قد إيه؟ هيقعد عندي مثلا 100,000 كيلو أو مليون، طبعا 100,000 ده قليل قوي، هيقعد عندي مليون كيلو بس. يبقى تقسم التكلفة على المليون. يعني مثلا لو افترضنا إن أنا شاري العربية دي ب 100,000 ريال، يبقى 100,000 ريال. وسألت الشركة المنتجة، الشركة دي يا شركة العربية بعد كام كيلو متر تبقى غير آمنة وغير صلاحية استخدام؟ تقول لك بعد 500,000 كيلو. وبقسم ال 100,000 ريال على 500,000، إلا طبعا إذا كان ليها قيمة مثال، ده مثال قوي. يطلع لك فاصلة 2، 2 من 10. طب السنة دي مشيت كام كيلو؟ مشيت 10,000 كيلو، أضرب في 10,000. مشيت 20,000، أضرب في 20,000، وهكذا. دي بتعتبر أو بتعتمد على أن الاستهلاك هو العنصر الرئيسي الذي يحدد لنا قيمة الاستهلاك. طب وفي ساعات التشغيل برضه ممكن آلة عندي تشتغل 5 ساعات في اليوم وآلة تشتغل في اليوم 18 ساعة. ليس من العدل من وجهة نظر هذه الطريقة أنهما يتساويا في الاستهلاك. يعني هذه الطريقة بتركز على أن عامل الاستخدام هو الأساس في تحديد تكلفة هذا الأمر. ازاي؟ أول حاجة لما نيجي نتعامل مع هذا العنصر ناخد في اعتبارنا الاستخدام، تعالوا نبص كده على طريقة الحساب ثم ناخد حالة عملية. يتم حساب قيمة الاستهلاك على خطوتين. إيه هما؟ ألف بنجيب معدل الاستهلاك لوحدة الإنتاج. معدل الاستهلاك لوحدة الإنتاج. نجيبها إزاي؟ عبارة عن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريبية على مجموع وحدات الإنتاج للأصل طوال عمره الإنتاجي، وده هيديها لك إما بشكل مباشر إن يقول لك والله العربية دي تمشي 500,000 كيلو متر، أو العربية دي مثلا هتمشي أو الآلة دي تشتغل لمدة 20,000 ساعة. محددة. في الحالة دي يداني إجمالا أو تفصيلا ما في مشكلة. يبقى أطلع معدل الاستهلاك للوحدة، للوحدة يعني إيه؟ يعني للوحدة الواحدة، كيلومتر الواحد. أو الإنتاج وحدة واحدة أو إلى آخره. يبقى أطلع معدل الاستهلاك لوحدة الإنتاج من خلال قسم تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريبية على مجموع وحدات الإنتاج. الخطوة الثانية أشوف بقى عدد الوحدات المنتجة أو عدد الكيلومترات المقطوعة من خلال العداد، أجي في آخر السنة اخش العربيه ابص على الكيلو متر. العربيه مشت السنه دي كام؟ 100,000 كيلو. في معدل الاستهلاك للوحده يطلع لي قصه الاستهلاك عن الفرد. طب تعالوا بينا نقرب كده البيانات مع بعضها وناخد حاله عمليه ونشوف قصه هتمشي ازاي. بيقول لي في 1/3/2012 اشترت احدى الشركات اله تكلفتها زي ما هو مديني هنا في التمرين اهو 530,000 آلة تكلفتها 300,000 ريال. من المتوقع أن تستخدم الآلة في إنتاج 530,000 واحد. علما بأن عدد الوحدات المنتجة حتى نهاية 2012 22,000 واحد. والقيمة التخريبية للآلة 35,000. المطلوب حساب قسط الاستهلاك سنة 2012 بطريقة وحدات الإنتاج واثباته دفتريا، يعني تطلع دي وتثبتها دفتريا. تعالوا بقى نشوف القصه دي هتمشي ازاي. اول حاجه عشان اجيب او احسب القيمه التخريبيه الاله تكلفتها كام؟ هنا معطاه مباشره 300,000. ماشي الحال؟ تمام. نخصم منها القيمه التخريبيه. ايه هي القيمه التخريبيه؟ هي قيمة الآلة في نهاية عمرها الإنتاجي. يبقى هنا 300,000 ناقص قيمتها التخريبية اللي هي 35,000 تديني 265,000. تقسمها بقى على الآلة دي متوقع طوال عمرها تنتج كام وحدة؟ 530,000. يبقى نقسم الكلام ده على 530,000 وحدة. تطلع نص. معناه ايه؟ معناه ان هذه الاله معدل استهلاكها نص ريال لكل وحده منتجه، يعني كل ما ننتج وحده الاله تنقص نص ريال، كل ما ننتج وحده الاله تنقص قيمتها نص ريال. طب انا انتجت السنه دي كام وحده؟ 22,000.
اروح ضارب 22000 في نص تطلع لك 11000 ريال. تاني تاني، عمليه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. صحيح البعض على طول حسبهم. يبقى اول حاجه هنشوف ادي الاله تكلفتها 300000، اهي 300000 ريال، نخصم منها القيمه التخريبيه مقدارها 35000، على نقسم الكلام دوت على 530000 ريال. الاله دي متوقع انها تنتج لي كام وحده؟ 530000 وحده. لما قسمنا القيمتين دول على بعض طلع لك نص ريال. ده معناه ايه؟ دلاله الرقم ده ايه؟ معناه ان كل وحده منتجه بتنقص او استهلاكها للاله او استخدامها للاله نص ريال. طب انا في نهايه 2012 طلعت كام وحده؟ طلعت 22000. يبقى 22000 في نص تطلع ب 11000 ريال. لو بصينا على الحل كده اهو، معدل الاستهلاك 300000 ناقص 35000 على 530000، يطلع لك نص ريال للوحده، فاصلة 5 يعني نص. اذا قسط الاستهلاك عن سنه 2012 ملوش دعوه بقى انت اشتريت الاله امتى استخدمتها امتى، لا علاقه له بكده. ليه علاقه انك انت طلعت كام وحده في نهايه السنه؟ استخدمت الاله دي هل استخدمتها بالمعدل العادي او اكثر او اقل؟ ما تفرقش. المهم طلعت كام وحده؟ طلعت 22000 وحده. اضرب 22000 في نص يطلع لك 11000 ريال. يبقى هذه القيمه هي القيمه الصحيحه. يبقى القيد المحاسبي 11000 من حساب مصروف استهلاك الالات، 11000 الى حساب مخصص استهلاك الالات، واتفقنا مع بعض ان القيد المحاسبي قيد ثابت لا يوجد فيه اي اختلاف. يعني القيد المحاسبي بتاعك يبقى قيد ثابت لا يوجد فيه اي اختلاف، بحيث انك انت تقدر تحفظه بهذا الشكل. الطرف المدين لازم يكون مصروف الاستهلاك، الطرف الدائن يبقى مخصص الاستهلاك. طب لو انا قلت لك مثلا، يعني ده سؤال افتراضي مش موجود عندنا، قلت لك والله احسب لي، نرجع تاني للي فات دي اهي، نهايه 2012 انتجنا 22000 وحده. طب لو قلت لك في 2013 انتجنا 30000 وحده، احسب لي مصروف الاستهلاك عن سنه 2013. لو انا قلت لك ده سؤال مطلوب منك اجابه عليه، لو انا قلت لك بفرض ان احنا متوقعين ننتج في 2013 30000 وحده، ما هو مصروف الاستهلاك عن سنه 2013؟ سيب برضه كده نص دقيقه نشوف مين اللي هيفكر فيها. تاني السؤال، لو انا قلت لك في سنه 2013 انتجنا 30000 وحده، ما هو مصروف الاستهلاك عن سنة 2013؟ بفكر. أنا بتكلم معاك أهو. من الشباب صاحي جدا معايا، اه فعلا 15 نضرب على طول في نص،
فانت مطلع نص عن معدل الاستهلاك عن الوحده الواحده. طب احنا انتجنا كام وحده في السنه اللي بعدها؟ انتجنا 30,000 وحده، يبقى نضرب 30,000 في نص تطلع 15,000 ريال. ده بالنسبه لهذه الطريقه. طيب هناخد كده مجموعه من الاسئله سريعا، ثم يعني ناخدها كده في 5 دقائق، ثم نترك لو اي حد عايز يستفسر او يسال اي اسئله في ال10 دقائق الاخيره ان شاء الله. اختر الاجابه الصحيحه مما يلي: 1. الاصول الثابته هي: ألف، الاصول التي تشتريها المنشاه بغرض تصنيعها. ب، الاصول التي تشتريها المنشاه بغرض البيع. ج، الاصول التي تشتريها المنشاه بغرض استخدامها في الانتاج. د، كل ما سبق. ه، ليس شيئا مما سبق. انا قبل ما اتكلم كده 741 قال لي ج. طيب الاجابه الفقره د، كل ما سبق. ج، لكن واحد ج، لكن واحد ده شاطر باين عليه. ج الاجابه الصحيحه ج، بس طبعا اول واحد كان جاوبها اللي احنا قلنا على رقمه. الاصول الثابته مش كل ما سبق، لا، الاصول التي تشتريها المنشاه بغرض استخدامها في الانتاج. تستخدم هذا الاصل في الانتاج، يبقى معنى ذلك هو ده الاصل الثابت. الثابت الاصول الثابته في تعريف النهارده في بدايه شغلنا، قلنا هي الاصول اللي بشتريها بغرض استخدامها في الانتاج وليس بغرض البيع. برافو عليك. دي اول حاجه. على الثاني: احد العناصر التاليه لا يدخل ضمن تكلفه الاصل الثابت. ايه اللي من دول اللي ما يعتبرش جزء من تكلفه الاصل الثابت؟ هل هي الجمارك او الرسوم الجمركيه، ولا ثمن الشراء، ولا مصروفات نقل وشحن الاصل، ولا مصروفات التامين على الاصل بعد التشغيل؟ يبقى في عندك 4 احتمالات. هل الرسوم الجمركيه لا تعتبر ضمن تكلفه الاصل؟ ثمن الشراء، مصروفات نقل وشحن الاصل، مصروفات التامين على الاصل بعد التشغيل. دال، مصروفات التامين على الاصل بعد التشغيل. دال، مصروفات التامين على الاصل بعد التشغيل. ايه الشطاره دي؟ تامين بعد التشغيل. دال، الله، مفيش حد عايز يغلط، مفيش حد عايز يغلط، بسم الله ما شاء الله. تمام، هو فعلا احنا اتفقنا مع بعض في بدايه محاضرتنا النهارده ان اللي بيخش ضمن تكلفه الاصل جميع التكاليف التي تنفق على الاصل حتى بدايه التشغيل. وبعد التشغيل بقى فرقنا ما بين نوعين، ما بين المصروفات الايراديه والمصروفات الراسماليه، وقلنا المصروف الراسمالي بيعتبر جزء من التكلفه بشروط معينه، واتكلمنا عليها ان هو بيزيد الطاقه الانتاجيه او تمام. الحته دي من الحتت المهمه دايما بنسال فيها في الاختبارات. طبعا نكتفي بال المصاريف الايراديه هي مصاريف تزيد الطاقة الإنتاجية للأصل، ولا مصاريف تحافظ على الطاقة الإنتاجية للأصل، ولا مصاريف تنفق للحصول على الأصل الثابت، ولا هي المصاريف المرتبطة بالأصل قبل استخدامه، ولا لا شيء مما سبق؟ في 4 أو 5 احتمالات قايلينهم: بتزود الطاقة، تحافظ على الطاقة، تنفق للحصول على الطاقة، مرتبطة بالأصل قبل الاستخدام، ولا لا شيء مما سبق. نشوف كده. فقرة ألف: يزيد الطاقة الإنتاجية. مين ده؟ 27. يزيد الطاقة الإنتاجية. طيب. فقرة باء: تحافظ على الطاقة الإنتاجية للأصل. ده مين ده؟ أخو 49. ماشي. ب ج: تنفق للحصول على الأصل. ب:
دلوقتي ألف ألف وباء يعني، بس باء أعلى شوية، باء تنفق من الحصول على الأصل الثابت، باء باء ألف باء صحيح. الحقيقة كان في اختلاف بين ألف وباء، لكن الأكثرية كانت باء، وأظن أول واحد جاوب إحنا قلنا رقم 41 أظن أو حاجة زي كده. هي فعلا المصاريف التي تحافظ على الطاقة الإنتاجية الحالية للأصل. أما ألف اللي بيزيد الطاقة ما بنسموهوش مصروف إيرادي، بنسميه إيه؟ هنشوف دلوقتي. يبقى المصاريف الإيرادية هي المصروفات التي تحافظ على الطاقة الإنتاجية الحالية للأصل بوضعها الحالي، بنسمي ده مصروفات إيرادية، بنسمي ده مصروفات إيرادية. ماشي الحال؟ طيب نشوف السلايد الأخيرة النهاردة معانا عشان ندي مساحة كده للي عايز يستفسر أو يسأل عن أي حاجة خلال هذه المحاضرة أو المحاضرات السابقة أو اللي جاية أيا كان. المصاريف الرأسمالية هي المصاريف التي تزيد الطاقة الإنتاجية للأصل، هي مصاريف لا تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت، هذه المصاريف تسمى بالنفقات الإيرادية. جميع الإجابات السابقة صحيحة، لا شيء مما سبق. برضو كده بندي فرصة. الإجابة هي بتعتمد على الحالة اللي قبلها، هذه الحالة الجديدة. ألف تزيد الطاقة الإنتاجية، ألف 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 صحيح الكل ألف، لأن إحنا لما وضحنا المصاريف أو النفقات الإيرادية بالتبعية ظهرت النفقات الرأسمالية، ودي جزئية من الجزئيات الهامة سواء على المستوى العملي أو المستوى النظري. يبقى المصاريف الرأسمالية هي المصاريف التي تزيد الطاقة الإنتاجية للأصل، صح. هل في اعتبارك ذهنك هذه المعلومة أن هذه المصاريف هي المصاريف التي تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل؟ يبقى أنا كده شرحنا النهاردة حالتين من ثلاث طرق لاستهلاك الأصل الثابت، أخذنا طريقة الأصل الثابت وطريقة عدد الوحدات المنتجة، فرقنا أو دينا مفهوم تكلفة الأصل وإنه يختلف عن ثمن الشراء، تكلفة الأصل بس تشمل تتضمن ثمن الشراء زائد جميع النفقات اللي بتنفق على الأصل حتى بداية الاستخدام، وقلنا ما قبل الاستخدام تخش ضمن تكلفة الأصل، ما بعد الاستخدام بتفرق هل هذه النفقة نفقة إيرادية أم نفقة رأسمالية. بعد الاستخدام اذا كانت نفقه ايراديه يبقى لا تعتبر ضمن تكاليف الاصل، اذا كانت نفقه راسماليه اي تضيف الى الطاقه الانتاجيه للاصل في هذه الحاله تضاف الى تكلفه الاصل. ثم اخذنا طريقتي الاستهلاك، اخذنا طريق القسط الثابت، قلنا ده بيعتبر ان الزمن هو الاساس في حساب الاستهلاك، اول سنه زي ثاني سنه زي ثالث سنه ملوش علاقه بالاستخدام ولا باي شيء، كل سنة بتتناقص قيمة الأصل قيمة ثابتة متساوية. أما الطريقة الثانية طريقة الوحدات المنتجة، بترى أن الاستخدام هو العنصر الأساسي في حساب الاستهلاك، ده افتراض وده افتراض. طب هتقول لي أيهما أفضل؟ حسب تراك النشاط. يعني معظم الشركات زي ما قلنا في المنطقة العربية بتطبع القسط الثابت، طبعًا فيما عدا بعض الأنشطة زي مثلًا واحد عنده عربيات نقل. أكيد مش هيمشي ثابت، من الأفضل إنه يمشي بالكيلومتر. العربية كل العربية ده رأس مال، دي أصول الثابتة. يبقى معنى ذلك إن القيمة اللي عنده اللي هي الأصول الثابتة اللي بيستخدمها في الإنتاج بيستهلكها بالكيلومتر اللي هي طريقة الوحدات المنتجة. وهكذا. فلازم أبقى عارف متى تستخدم هذه الطريقة والأفضلية فيها ومتى أستخدم هذه الطريقة والأفضلية فيها. ده بالنسبة للمحاضرة بتاعت اليوم، وإحنا مستعدين إذا كان أي حد عنده اي اسئله او استفسارات فيما يتعلق سواء بهذه المحاضره او المحاضرات السابقه. في هنا زميل او زميله بيقول ممكن تسوي لنا المحاضرات الاخيره مراجعه، ان شاء الله
هتخلي فعلا المحاضرات الاخيره كلها مراجعه على كل ما سبق، واذا كان في اي نقاط معينه طالبين ان احنا نركز عليها نركز، ما في مشكله. في الاختبارات تمام المباشره، دكتور. حيث ان اختبار الفصل كان هناك اسئله يجب بها صعوبه، الاختبارات طبعا بتبقى مباشره، عايزين نتفق كلمه مباشره يعني ايه؟ في فرق ما بين سؤال يجي لك من الاسئله اللي قدامك دي بالظبط وسؤال يجي شبهه، سواء في الاختبار الفصلي او في الاختبار النهائي. طبعا في مجموعه كبيره جدا جابت درجات هائله في الاختبار الفصلي، عايزين نتفق. الحاجه الثانيه انه في نوعين من الاسئله هتجي لك، اسئله من واقع التمارين اللي احنا مدينها الصوره طبق الاصل، واسئله شبهها. شبهها يعني ايه؟ يعني بنغير فيها ارقام، بنجيب دي من الاول، بنجيب في الاخر، وبالتالي في الثاني. فطبعا الاختبار الفصلي كان نموذج للاختبار النهائي، فكله يبقى مجرب نفسه تقريبا. الاختبار النهائي بيبقى نفس المستوى ونفس يعني، ما بنجيبش طبعا كله سمحت دكتور. من بره، او بنجيب كله من المحاضرات. فاللي عنده اي سؤال لا مرحبا دكتور. احنا حاضرين. ايش بتسال؟ مرحبا دكتور. الاختبار الفصلي ما عرفتها، هنبقى نجيب الاختبار الفصلي ونشوف. ماشي. مرحبا دكتور. دكتور طبعا سامعني؟ لغايه نهايه الترم احنا شغالين. لا الحقيقه التحسين مفيش تحسين، في درجات كانت كويسه قوي، كانت المحاولات طيبه. ما في اي اسئله او استفسارات، اي شيء يتعلق بالمقرر يتعلق بالماده،